ماجازين ماجازين كل يوم من الاثنين للجمعة من الاربعة لثمانية متاع الليل مع ليترا بلسي على راديو ماد. وصلنا معكم ماجازين على راديو ماد، تحية ليكم من جديد كالعادة. نبدأ فقراتنا، نبدأ بالاخبار في نيوز اليوم. نيوز اليوم، نيوز اليوم. فريق تونسي يتوج المركز الأول في مسابقة الذكاء الاصطناعي بأثيوبيا اللي انتظمت مؤخرا في أثيوبيا حول أفضل مشروع لمساعدة الأطفال ذوي الصعوبات في أفريقيا. الفريق الفائز بالجائزة الأولى كان من بين ثمانية فرق وصلت للنهائيات، من بينها زوزة فرق تونس كانت موجودة. والفريق الفائز اللي ترأسته الطالبة غادة الأدب كما قلت وصل للنهائيات من بين 866 فريق كانوا ترشحوا للمسابقة هذه لتوج بالجائزة الكبرى عن مشروع تربوي يهدف إلى مساعدة أطفال التوحد وذوي صعوبات التعلم. الفريق التونسي هذايا اللي يضم كل من محمد رقية، آية ومزين، عزيز ومزين، وأيضا غدا الأدب. وكما قلت فريق تونسي يتوج بالمركز الأول في مسابقة الذكاء الاصطناعي. نيوز اليوم، نيوز اليوم. يلا مواصلين معكم، مازلنا بالأخبار كالعادة، شوية خير راجعين بعد الموسيقى.